في ايه يا خرابي؟ ازاي نبقى انا جايباها من دكانها وبتها عارفه والناس كلهم شافونا سوا ماشيين في الشارع وبتموتوا؟ ازاي؟ كنتوا استنوا لما تجيلكوا هنا لوحدها واعملوا فيها ما بدالكم. ايه؟ عايزين ترموا عليا التهمه؟ عايزين تلبسونا مصيبه؟ طب انا بقى هنطربقها على دماغه كله، هنقول على كل حاجه. طربقيها وهيطلعوا المدفونين عندك هناك، وساعتها هنتعكوا فيها كلنا ومحدش هيقدر يقول ماليش دعوه. رايا، معلمة رايا، عملتوها يا عرابي؟ عملتوها؟ انكتم يا بت، قال ننزل نوريكي شغلك يا وليه يا خمر. في ايه؟ يا خرابي؟ ازاي نبقى انا جايباها من دكانها وبتها عارفه والناس كلهم شافونا سوا ماشيين في الشارع وبتموتوا؟ ازاي؟ كنتوا استنوا لما تجيلكوا هنا لوحدها واعملوا فيها ما بدالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المنتفعين بقناة مغامر مصر، السادة المشاهدين يا رب، والمشتركين يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة هقول لكم حلقة بس هتطلع صغيرة، لان مش هتصدق الكتاب، يعني انا عمال اتفاجئ بيه كل ورا، ما كنتش قريته قبل كده، خلي بالكم عمال اتفاجئ بيه ان هو يعني ملخصات، يعني اللي احنا هنحكيه دلوقتي ده بداية قتل عزيزة، وهنخش فيه على طول تمام، لان هو ما اداش فرصة يشرح اي تفاصيل خالص، حتى كاتب كده: وفي يوم 28 يناير 1920 كانت عزيزة وهي مومس تلتقط الرجال من الشوارع. يعني جاب جريمة، يعني ضحية هي ما تجيش 15 سطر او 10 من الشوارع، وتذهب بهم لبيت ريا. انتوا قلتوا عايزين حلقات طويلة بس دي معلش للأسف هتبقى قصيرة. وتذهب بهم لمين؟ لبيت ريا. عشان ايه؟ تضاجعهم وتمارس معهم الفحشاء، ماشي، الفحشاء، تبحث عن ريا بعد ان علمت من بديعة ان امها خارج البيت، قصدي ويعني وهي مومس تلتقط الرجال من الشوارع وتذهب بهم لبيت ريا كي تضاجعهم، تبحث عن ريا بعد ان علمت من بديعة ان امها خارج البيت. وكانت عزيزة معها رجل ينتظر على القهوة عشان طبعا يخش البيت اللي هو البيت بتاع ريا. وحضرت ريا مسرعة لما عرفت الكلام ده بعد ان علمت ان هناك زبون، وأعطت المفاتيح لعزيزة، قالت لها خد انت بقى ايه، روقي نفسك وعيش حياتك، ادي البيت قدامك اهو تمام. ولحظت ريا وهي بتديها المفاتيح كده، الله يا بنت عزيزة دوت، وانت ايه الدهب اللي لابسه ده كله؟ في عقل بالها بتقول، ما قالتلهاش ولا وجهت لها كلام، قالت يا نهار ابيض، ايه الدهب اللي لابسه عزيزة ده كله؟ بقى عزيزة لابسه الدهب ده كله؟ كانت شفتها بقى لمدة ولا ايه، وجات اتفاجئت بالمنظر ده، فقالت لك لا 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 لا، ده كده ما ينفعش، ده انا لازم ابلغ مين؟ الباشا الكبير حسب الله. فقالت واخبرت حسب الله وقالت له، وكمان اللي هو بدوره اخبر بقية الرجالة ان هناك وليمة كبيرة ضخمة. ايه عم في ايه؟ قال لهم والله في وليمة كبيرة ضخمة جاهزة، واحنا يعني مش في بالنا ولا جاية على بالنا، هي اللي جت لها اللي جت لنا بنفسها. وبعد ان خرج الرجل اعطت عزيزة ريا نصيبها في تأجير الغرفة، وارادت الانصراف، فقالت لها ريا يا اختي ما تيجي لسه بدري، ما تيجي تقعدي معانا شوية، يعني انت خلاص يعني بس على الشغلانة كده وخلاص، وتيجي تتفضلي تضجعي وتمشي، ما برضو القعدة الحياة كلها مش كده يعني، تعالي اقعدي معانا شوية، ده احنا بقى لنا زمان ما شفناكيش. الله، والست فيعني عايزة تمشي، قالت لا انا عايزة امشي. فوعدتها ريا بان هناك، خلي بالك انت عايزه تمشي، انا مش عايزه اقولك، طب في زباين تانية جداد جايين، ايه رايك بقى؟ عرفتي ان انا عايزه مصلحتك؟
وبعد شوية وكلهم ناس أكابر، تلاقى ناس غنية، تلاقى غنية قوي وأكابر قوي، ولاد ناس قوي ومعهم فلوس إيه. فانتظرت عزيزة وفكرت كده وقالت لك لا 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 لا، ده أنا هقعد بقى. وحضر الرجالة الأربعة وشربوا مع عزيزة، قالوا طب تعالى نقعد بقى شوية، نشرب شوية سكالانس أو سكالانس زي ما بيقولوا، ونقعد مع بعض شوية ونحكي شوية عبال ما يجوا، مش هنفضل قاعدين كده، لا نروق مزاجنا بقى. وشربت عزيزة هنا وشربوها، بدأوا يتوصوا ان هم يشربوها اكتر، واللي يرمي ورا ظهره واللي يعمل نفسه بيشرب وما يشربش والكلام ده. واصبحت عزيزة دماغها بتلف حوالين نفسها، وفي لحظات هم يعني دي خلاص تايهة ودايخة كده، اول ما بيلاقوا الحركة دي تحصل ان هي يعني بدأت تدوخ ويبان عليها ان هي سكرانة، في لحظات يعني انقضوا عليها، وضع حسب الله المنديل في مكانه المعهود حيث حفظ كل منهم دوره ووظيفته، كل واحد عارف هيعمل ايه ووظيفته ايه، خلاص مش اول مرة. وطبقوا على نفسها جامد، واللي خنقها واللي مسك من رجلها وكله تمام، وروح عزيزة طلعت وماتت عزيزة، واصبحت جثة هامدة، وتم دفنها بجوار خضرة ونزلة في نفس المكان. وهكذا أصبحت غرفة ريا في شارع علي بيك الكبير، يعني تقدر تقول عليها لحد كده مقبرة للمومسات أو قبر للعاهرات. لحد هنا كده هو خلص إيه يعني البتاع ده، قتل عزيزة خلصها في ثانية، يعني مختصر خالص، أنا مش مصدق بصراحة. بعد بيع مصاغة عزيزة وراحوا تاني يوم على الصايغ اللي هو بيشتري منهم اللي هو علي محمد حسن، حصل كل منهم على نصيبه، وذهبت سكينة إلى مكانها المفضل وهو إيه الخمارة، وبقية الرجال كل واحد زي ما جات الفلوس من الحرام راح تروح في الحرام، كل واحد راح اللي راح على خمارة واللي راح على محششة، وكله طار في الهوى. ادي يا سيدي الضحية اللي هي قتل عزيزة. فوالله انا كنت بفكر وانا بكلمكم كده ان انا اقول اخش في قتل نبوية، لان هي اللي عليها الدور. طب اقول لك على حاجة، انا هكمل معاكم في قتل نبوية، لان هو ما يفرقش حاجة عن قتل عزيزة، تخيل بقى يعني برضو 5-6 سطور بل أقل كمان. طيب هنخش معاكو عشان ما تبقاش الحلقة قصيرة قوي وانتو مش متعودين على كده، انتو عايزين فيتامينات من ريا وسكينة أنا عارف. قالك بقى بيخش في الموضوع اللي جاي بيقولك، في يوم السبت الموافق 12 فبراير، افتكر التاريخ اللي قلناه السابق كان ايه، كان 28 يناير، من يناير لفبراير يدوب من 28 يناير ل 12 في 14 يوم، يعني حاجة تافهة جدا، 14 يوم. وكانوا طبعا 1920 كانوا بيقتلوا الضحية القادمة اللي هي نبوية، نبوية بس عشان في نبوية تانية بنت جمعة. جت نبوية في التاريخ ده عشان تسلم على ريا، ونبوية ديت هي أحد الموامس، هو كتب كده احد الموامس المرخص لها، انا بالتالي نقول احد المومسات المرخص لها، انا عارف ممكن هو الصح، احد المومسات المرخص لها بكوم بكير، يعني شغاله وزي الفل وهناك الشغل ايه على ودنه. وكانت نبويه دي اللي هي المقدمه في الحلقه دي هي بتتكلم، لا يا رب ده المقدمه دي بتتكلم على بيعه الفراخ تقريبا، كانت صديقه حميمه لسكينه جدا، حيث كان يعني زمان كانوا بيسرحوا في الشوارع، او مش زمان قوي يعني بعد معرفتهم، وكانوا هم اللي بيروحوا يلقطوا الرجالة، تخيل يعني سكينة ونبوية كانوا هم اللي بيروحوا يلقطوا الرجالة وياخدوهم ويدجعوهم بالأجر، وكانوا يتفقوا معاها يعني قبل ما يعني بيتكلموا ويهزروا مش عارف، تقول له لا والله انا باخد كذا عشان يبقى الأول نور، أوله شرطة آخره نور،
في اللي كان بيسرقهم وكان اللي بيضحك عليهم وكانت تاخد منه الفلوس هي في الأول وتخبيها في حتة عشان بعد ما يخلص وبينتهي منها بيبقى عايز ياخد الفلوس، وفي اللي عايز يضربها وفي اللي عايز يسرقها، فكانت بتاخد الفلوس وتخبيها أو تحطها عند حد أو كده وهي معدية تقول له ثانية واحدة كذا تروح حطها، المهم يعني عشان تضمن نفسها. ورحبت بيها ريا لما شافتها، وعندما لاحظت إن هي متصيغة يعني لابسة ذهب، نفس القصة بتاعت عزيزة، لابسة يعني ذهب من أول يعني إيديها لغاية كوعها كده أو دراعها فوق كله مليان ذهب. الله، ببص على رقبتها لقيتها كمان مليانة ذهب برضو. إيه يا جماعة، هو إحنا كل الناس اللي شغالة معانا معاهم فلوس إلا إحنا شحاتين؟ يا نهار أسود، تعالي ده أنا والله ما هسيبك. وفعلا لما شافت الموضوع كده بصت بعينيها درست الموضوع، قلت لك إيه ده إيه ده، فينك يا حسب الله؟ بلغه حسب الله. وحسب الله في الوقت ده لما نادت عليه كان قاعد مع عرابي. فخير يا عم يا ريا، اسكتي، قالت له اسكت ده في كذا كذا كذا، ده احنا ليتنا فل. قال لا معقولة، لا 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 احنا نخطط، طب طالما كده بقى ان احنا لازم نستدرجها لبيت علي بيك الكبير، هو اللي امان واحنا هناك دفننا وعملنا ومحدش حس بحاجة، والعملية هناك ايه كلها تمام، ولحد دلوقتي محدش كشف حاجة، فاحنا نروح لعلي بيك الكبير ونخطط ازاي نسحبها لهناك. وقال لها روحي اشتري السكالانس اللي احنا عايزينه، وشربت نبوية وكانت رفيعة وقصيرة، وكان عبد العال وعبد الرازق غايبين في الوقت ده، كانوا غايبين، ف يعني تقدر تقول نفذوا خلاص حكم الاعدام في نبوية، وطبقوا على رقبتها وعلى والمنديل ومسكها من رجلها والتاني من جاب ايديها ورا ظهرها، وكانت بمفردها يعني، فنفذوا في حكم الاعدام او قتلوها في ثانية. وزي ما تقول ضعفها ده اول ما شربت كاسين ثلاثة خمرة ضاعت خالص، بقت تميل كده تقع وتميل كده تقع، يعني قالك الخمر بيميل راس نبوية، لقوها بتميل كده وبتميل كده، الله الله الله، لدرجة ان هي مش حاسة هي عايشة ولا كذا. اول ما خنقوها يعني هي اتخنقت ما حسيتش ان هي بتموت، يعني مثلا مش زي قبلها عزيزة فرفرت كده وقالت ايه ده ولا كذا ولا صوتت، لا دي ماتت وهي سكرانة مش حاسة اصلا، تخيل ازاي، ما عرفش، ده اللي كاتبينه يعني، بيقولك ولم تدري بانها ماتت، إلا طبعا هتدري إن هي ماتت وهتعرف لما الملائكة هتسألها، هو ده اللي بتهيألي هيفكرها يعني إن هي ماتت. وبدأوا يحفروا تاني ويعملوا تاني ودفنوا نبوية، وخلصت نبوية على كده واتقتلت بمنتهى السهولة. يبقى احنا دلوقتي خلاص عملنا الحلقة دي هنكتب على عنوانها إن هي قتل عزيزة وقتل نبوية، بس نبوية اللي هي ملهاش لقب، نبوية بس مجهولة اللقب. التانية اللي جاية هتبقى نبوية بنت جمعة. وأشوفكوا إلى اللقاء في حلقة قادمة. سلام.